ازاي تكبر العضله يا كوتش؟ عايز ايه يا بوب؟ يا كوتش انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. النظام الغذائي مظبوط والتمرين مظبوط والدنيا كلها مية مية بالصلاه على النبي. عايز تمرين احس بالعضلات. الموضوع مش في التمارين يا بوب، امال ايه؟ اختفي انت بقى. لازم أوكي. تحس بالعضله وتنزلها علشان تستفيد اقصى استفاده، وحتى مع التمارين المركبه لازم تعرف يعني ايه مايند ماسل كونكشن. شوف يا سيدي الفاضل، المخ هو المسؤول عن الحركات، هو اللي بيدي اشاره للعضله انها تنقبض. فلو انت مش بتحس بالعضله او مش بتفكر في العضله وانت بتتمرن، صدقني عمرك ما هتحس بيها مهما كان نوع التمرين. وفي دراسه اتنشرت سنه 2019 اكدت الموضوع ده، جابوا شويه متدربين وادولهم مثال تمرين البنج بريس، وحطت اقطاب كهربائيه على التراي وعلى الصدر. النتيجه ان لما المتدربين فكروا في عضله التراي زادت الاشارات الكهربائيه، والعكس صحيح. معنى كده ان بدون نقاش تفكيرك في العضله اللي انت بتتمرنها هو عامل اساسي ان العضله تكبر. ده هيفرق جدا في حجم عضلاتك وفي تمرينك في العموم. وعلى المستوى العملي تعال اوريك ازاي في تمرينك ممكن تحس ببعض الخطوات السهله. حاول لو انت مثلا بتتمرن البايسبس تبص للعضله في المرايه وتفكر فيها، وفي التراي برضو نفس الموضوع. ولو عضلات الظهر خلي فيه ثبات لما تشد الوزن وتشد بالكوع. تاني حاجه، حاول تعمل الحركات قبل ما تدخل تتمرنها باوزان وحس بيها الاول. وفي طرق كتير كمان، لو حابين ان انا اعمل لكم فيديوهات عن كل تمرين اكتبي اسم التمرين وانا مش اتاخر عليك. باي باي.